هل يتبع مجلس المحافظة للمحافظ أم لوزارة الداخلية؟ وفقا لأحكام قانون اللامركزية وتحديد المادة 6 على 1000 من هذا القانون، يتمتع مجلس المحافظة بشخصية معنوية، أي أن هذا المجلس مستقل ولا يتبع لأي من السلطات المركزية سواء كان المحافظ أو وزارة الداخلية، وأن العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وليست علاقة رئيس ومرؤوس. اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لأنها تستطيع، لأن الأردن يستحق، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.